السيول هي صعوبات اقتصاديه كبيره وخلل كبير في التوازنات الماليه. رئيس قيس سعيد عبر في خطابه الاخير امام مجلس الامن القومي بانه سيقع التعويل او هذه الاستراتيجيه دعم سيقع التعويل على الذات ولن يقع التعويل على قرض صندوق النقد الدولي الذي تمنع في كثير من المرات في منح هذا القرض المنتظر. يعني تعويل الرئيس ورفضه للاملاءات املاءات صندوق النقد الدولي واعتبرها اصلاحات موجعه من الطرفين هو كان مطلب النخبه والتعويل على الذات وعدم الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي. علاش اليوم الرئيس وقت اللي تمسك بالسياده الوطنيه وتمسك برفض املاءات صندوق النقد الدولي وقوموا كنا معارضين لهذا الخيار؟ هل معارضتنا اليوم معارضه عشوائيه للرئيس قيس سعيد من ناحيه مبدئيه ام هي معارضه واعيه على الاقل؟ لا هو شوف انا على الاقل نحكي على روحي انا نقول معناها صندوق النقد الدولي لا خالتنا ولا عمتنا ولا قريبنا ولا كذا، القضيه قضيه مصالح. متى ما المصالح اشتركت او تعادلت يمشي الحال، والعكس لحلت لا ربطت. قيمه القرض اللي كنا باش نحصلوا عليه من صندوق النقد الدولي ليس في قيمته، هو في قيمته مش كبيرة 1.9 مليار السوق العالمية وشفت حنا بالضبط والدليل أنه بقية الشركاء كلهم اشترطوا الموافقة هذه لأنه يشكل نوع من الضمانة. تجارب صندوق النقد الدولي مختلفة، ثم دول عاونها صندوق النقد الدولي، تركيا حتى نفسها، وتركيا الآن راجعة لصندوق النقد الدولي يعني. وثم دول أخرى ما مشاش معها الحال وفعلا وقعت فيها الزعازع، مشاكل اجتماعية إلى غير ذلك. احنا بيدنا اتفقنا مع صندوق النقد الدولي وعملنا برنامج متاع 2.5 مليار دولار. ميزة أيضا قروض صندوق النقد الدولي أنها كانت ب 2%، معناه أنت كي تخرج تاخذ ب 10% ولا ب 7% ولا ب 8% ثم فارق باش تدفعوا المجموعة الوطنية، لأنه في نهاية الأمر المجموعة الوطنية اللي باش تخلص القروضات. معناه وقت اللي واحد باش يعطيك قرض ب 2% واحد باش يعطيك قرض ب 10% تقول لا والله نمشي لل 10% لأنه راهو صندوق النقد هذا صهيوني ولا بيه ولا عليه ولا كذا في إطار الخطابات الشعبوية. ثم قضية المديونية في حد ذاتها أنا مانيش خبير اقتصادي ولكن أزعم أنني أفهم في الاقتصاد وخاصة في الاقتصاد السياسي. موضوع التنمية اليوم ثم دول عظمى، أهم أكبر الدول وأقوى الدول هي الأكثر مديونية في العالم، لأنه المديونية هي جزء من الحركية الاقتصادية. اليوم أنت كي تحكي مثلا على سبيل المثال حتى نبسط الموضوع على رأس المال الوطني أو المحلي، وكان تجي تشوف أي رأس مالي عنده استثمارات ويخدم في الناس وكذا تلقى 80% من الثروة متاعه هي عبارة على قروض واخذها من البنوك، والبنوك ما تعطيهش لوجه الله، بل هي ساعات تجري وراه. علاش؟ لأنه هو باش يخدم الفلوس وباش يجيب عائد وباش يخلص لها الفوائض متاعها. المشكلة لم تكن معناها هناك إجماع وطني على أنه سياسة المديونية كان فيها مشكل وغالطة، ولكن مش غالطة في ذاتها أنه نحن نبطلوا ما ناخذوش قروض، والدليل أنه نحن مواصلين أيضا ناخذوا في قروض، معناه ما بطلناش الاقتراض وما بطلناش المديونية، وفي نهاية الأمر باش نمشوا للمديونية الداخلية اللي هي أيضا فيها تبعات كثيرة يتحدثوا عليها الخبراء على بالضبط على حركة الاستثمار الداخلي خاصة. المشكل مش المديونية معناها في حد ذاتها مجمع عليها، لكن أي نوع من أنواع المديونية هنا فين يجي التصحيح والإصلاح. يعني أنت لما تأخذ دين باش تعمل به معمل ولا باش تعمل به جسر ولا باش تعمل به كذا، هذا يعني أنه هو جزء من التنمية، باش تعمل به تي جي في ولا باش تعمل به مدينة شو اسمها الطبية القيروان الصحية، هذا كله معناه فيه فوائد ستعود على المجموعة الوطنية. وكيف تخلص القرض بعد أخي لفراء هذا القطار الأحواز القطار السريع اللارفير هذا يموع منه بالمديونية أيضا. ولكن أنا في رأيي أنه مشروع نافع وجيد. أخي طرقات السيارة هذه اللي عملناها باش عملناها موع منها بالمديونية. فالمديونية إذا كانت جزء من رؤية تنموية من مخطط تنموي فهي لتمويل التنمية ولا خوف منها أبداً.
المشكل وين؟ المشكل أنه بالضبط إلى الاستهلاك. وهذا حتى كيف يطبق الإنسان القاعدة هذه، كيف تطبقها على روحك في دارك ولا في كذا، مثلا تتسلف باش تاكل ولا باش تشرب، مش تتسلف مثلا باش تعمل حانوت ولا باش تعمل مجازان ولا باش تعمل مشروع ولا باش تعمل كذا، اللي هو باش يجيب عايد، اللي هو باش يمكنك من انك تخلص الديون متاعك وتكون انت تقدمت، لانك انت كنت من غير محل ولا عندك محل، كنت من غير مشروع ولا عندك مشروع، الى غير ذلك.